C'est sûr, c'est un réseau, c'est un réseau des adhérents en aide de la dispense. Les adhérents ont décidé un jour de ne pas être un adhérent normal, d'être un adhérent qui cotise, كل شهر, في الكاسة متاع النادي لا ديسبيرت. الريزو هذايا اون لا لونسي اون 2008 اللي ما عمره 6 سنين و 7 سنين 7 سنين اي اليوم فيه 6000 مقرض ندخلوا في اكثر شويه من 51 الف دينار في الشهر. الريزو هذايا دونك تعمل باش نقربوا احباء نادي لا ديسبيرت نديهم وباش نوفروا لنادي لا ديسبيرت موارد قاره كل راس الشهر باش ينجم نادي سفيرسي يجابه المصاريف الكبيرة اللي عنده في التسيير الرياضي. الأحباء والمكتب التنفيذي تاع سوسيوس نادي سفيرسي وطبقا للموجود في ستاتيو تاع نادي سفيرسي الفلوس نتاع المنخرطين تاع سوسيوس يمشيو اكسكلوزيفمون بور لانفيستيسمون ما يدخلوش في جيستيون كورونت نتاع نادي سفيرسي دونك يدخلوا في لانفيستيسمون. Socios Nedi Sfirsi a mal accès à 2 millions de dinars d'investissement durant les 6 ou 7 ans, dernières 6 ou 7 années. L'UMA a mal accès à l'investissement, le bus, c'est le bus personnalisé dédié à l'équipe de foot avec les caractéristiques. اوروبيان والكاركتيرستيك ديدي للكيب الفوتوغ. والله فكره جات معناتها بعد برشا نقاش وبرشا اجتماعات وكانت فكره اخرى وبعد ولات بدات الفكره الاولى بدات تتبدل شويه وبعد لين ولات فكره اسمها سوسيوس ليديسفيرسي خدموا عليها كارونتين دو بيرسون من الاول وفقنا ربي باش انجزنا هالفكره هذه وحطيناها على 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 الواقع في الواقع والحمد لله. الفكره ما جاتش من عند واحد برك وما خدمش فيها واحد برك معناتها سان ترافاي كوليجيال نتاع اكثر من 40 رقم. اليوم الفكره هذه سيت ان اكزامبل اسويو والحقيقه اتصلوا بينا برشا عباد يحبوا برشا جمعيات يحبوا يعاونوهم وعاوننا منهم ويظهر لي سي اون دي ميور سوليسيون الموجودين في تونس اليوم اللي لازم الجمعيات تاخو معناتها تعملوا ولا تاخو معناتها البرون لو على ليكزامبل لو سويفر على خاطر الجمعيات تاعنا في تونس من الاولوزمون ماناش محترفين احنا احتراف عندنا كان في الاسم برك سوليسيون كيما هذه تنجم تعاون ايميديتمون الجمعيات باش تقف شويه والى سور ان مينيموم دو ريسورس ستابل في وسط البيدجي نتاعها. لي زافونتاج سون انورم سون نومبرو من ريزيرفاسيون دو بيي سور بار اس ام اس وتوا بار لابليكاسيون سي اس اس لايف دونك المنخرط نتاع سوسيوس نادي سفيرسي ما يخوش ما يقفش في الصف وما يشدش ومارشي نوار وكذا يبعث جوست ان اس ام اس ولا يدخل على لابليكاسيون سي اس اس لايف ويعمل ريزرفاسيون نتاعو غادي لي تيكي نتاعو دونك يلقاهم على ذمته في انفلوب باسمه هو في مكتب نتاع سوسيوس نادي سفيرسي كو سوسوا المكتب الموجود في صفاقس ولا المكتب الموجود في تونس. دوتر زافونتاج اوسي اللي يخليه انه المنخرط نتاع سوسيوس نادي سفيرسي والاولاد الصغار نتاع المنخرطين الصغار يدخلوا مع ليكيب سينيور وتبارك الله احنا بدينا ب 10 و5 و10 من الناس اليوم سور ليست داتونت واليوم نعملوا قرعه باش انا نختاروا 22 ولايه صغير يدخل مع المنخرط مع الكلوب مع لي جوار. دوتر زافونتاج لي او سي اس اس وقت لي فواياج تاع نادي سفيرسي لي سوسيوس عندهم ان بورسونتاج معناتها عربي يوصل حتى 25 و30% ساعات في لي فواياج اورغانيزي مع نادي سفيرسي. المنخرط في نادي سفيرسي المنخرط في سوسيوس هو دوفيس منخرط في نادي سفيرسي دونك حتى هذا سي ان افونتاج كبير. عندنا سوسيوس اكاديمي اللي اليوم تبارك الله معناتها
قاعدة تنجح كل يوم، قاعدة تنجح وتبارك الله قاعدة تكبر. سوسيوس أكاديمي في تونس اللي عام بريسك 200 ولا أي بلا أقل شوية من 200 جون سوسيوس صغير يترينيو بماريول بتاع نادي سبيرسي في تونس. عنا الأكاديمي دو جو ديشيك في صفاقس، عندنا الاكاديمي تاع ان شاء الله فما دوتر اكاديمي زاد جايين في الثنيه. لي انفستيسمون سون دو لوردر دو 2 مليون دو دينار، 2 مليارات. الانجازات لي غراند ليني نعطيك. المشروع الاولاني هو لا سال دو مسكولاسيون، دونك تعمل ان 2010 ان 2010 2010 قيمه تو قيمه تاع بريمي 100000 دينار. L'aménagement des terrains dans le complexe dans les sphères, c'est l'aménagement du complexe, l'outil dans les sphères, c'est les sphères. La première tranche des panneaux LED, ou l'hum à la deuxième tranche, Inch'Allah, va être installée dans peut-être 15 jours. نعاونوا دو طون زون طون الهيئة المديرة وقت اللي نلقاو خنقة كبيرة معناتها تلقى كيما كيما الديسيزيون دو فيفا اللي جاتنا يا 3 ولا 4 في حكاية لي لومبيلي وقتها كل ونا ديبونسي شوية فلوس مع الهيئة المديرة باش نحينا من الحكاية هذه ولا القرار هذا تاع الفيفا نحيناه. توتال انفستيسمون 2 مليون دو دينار. يفو دير كيلكو شوز كي تري امبورتونت اللي سوسيو سنة سفيرسي مش كان في تونس برك هما زادة في الأوروب، وهو الجمعية هذه متاع سوسيو سنة دي لدي سفيرسي أوروب تجمع أكثر من أكثر معناتها مش كان في أوروبا برك تجمع العالم كامل. يعني عندهم مخرطين من اليابان، عندهم مخرطين في أمريكا اللاتينية، عندهم مخرطين يسكنوا في كندا في أمريكا. دونك اليوم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، ودير نشكرهم بالمناسبة هذه على خاطر معناتها هما كيزون إنيسيي لو بروجي نتاع البوس نتاع ديسبيرسي اليوم، وعاونوا فيه بالفلوس 170 منخرط اليوم تبارك الله سون تران دافونسي وربي يعينهم. نطلب من المخرطين نتاع نادي سفيرسي، من احباء نادي سفيرسي في فرنسا، نطلب منهم باش يقربوا اكثر لسوسيو سوروب وينخرطوا في سوسيو سوروب، وخاطر باش نجموا نهار اخر نشوفوا نادي نادي سفيرسي هو اليوم من اكبر النوادي في صفاقس وفي افريقيا. نحب نشوفوا نادي سفيرسي من اكبر النوادي في العالم. الفكره جات من عند سوسيو سوروب، هما كيزون انيسيا ليدي. قبلناها احنا في تونس في اطار المكتب التنفيذي تاع سوسيوس نادي سويسي في تونس، ونا ديسيدي باش اون فا متر لا مان باش نعملوها. المشروع قعد 8 شهور، يعني لو بون كوموند تعدى في فيفري مارس 2015 وقعدنا نتبعوا فيه. اليوم خرج امبيوس اكسيبسيونيل الحمد لله، معناتها سي ان ترافاي كوليجيال نتاع المكتب التنفيذي نتاع فرنسا ونتاع تونس ومع نتاع الكوميسيون اللي خدمت على البروجي هذا. ان بوس فيه 36 سياج، فيه 18 سياج غران كونفور، يعني قريب الفرش. اي بوي ان صالون من تالي في 18 بيرسون، دو تابل دو بوتي تابل في الوسط، اون كيتشينيت، دو فريغو، دو تيلي، دي بور USB. معناتها حاجة الحمد لله ربي وفقنا وعملنا حاجة تشرف في نادي سفيرس. البيوس تكلف 377 مليون و10 دينارات. حبيت نشكر المصنع نتاعنا اللي تعب معنا برشا، احنا وني تي تري زيكزيجون معاه، اللي هو شركة مان اللي فريمون بالكفاءات، عندهم كفاءات تبارك الله عليهم، معناتها كفاءات كبيرة اللي خلاو انه اليوم تخرج بيوس سيميلير فريمون سيميلير اللي بيوس موجودين في اوروبا. والله الاهداف المستقبليه لازم نكونوا 50000 منخرط، ماذا بيا وكان يكون في المدى القصير جدا معناها. دونك البروجي بروشان بروجي اللي هو الدوزيام ترونس بانوليت في ستاد تايب ميري، كما قلت لك قبل راس العام ان شاء الله باش يكونوا انستالي. قاعدين نخمو في نعملوا له معناتها انوغوراسيون ولا معناتها ان شو ان فيستيفال كبير في ستاد ان شاء الله ربي يوفقنا. الوقت باش نشوفوا مع نادي سويفسي كيفاش وكذا. هذا سي ان بروجي كي نوزا كوتي 450 مليون دينار. اوتر كو لو بوس، وان شاء الله العام الجاي باش نتلهوا اكثر ان شاء الله بالبنيه التحتيه تاع نادي سفيرسي، بالكومبلكس تاع نادي سفيرسي، بالتيرانات،
دونك بالوتيل باش نعاودوا مكتع الفلوتيل ولي تيران لازمهم لي زونتروتيان لازمهم حاجات لازم ديما يتبدلوا كذا. العام الجاي ان شاء الله باش نعملوا توت ان بروغرام سور دو تروا زون بوتيت اللي علي هو اون فا ميتر ا نيفو لو كومبلكس تاع لي ديسبيرسي باش يكون ان كومبلكس معناتها يليق هو اليوم يليق تبارك الله معناتها مش خايب الكل لكن باش نحسنوه ان شاء الله. دونك التوجه في الانفستيسمون ان شاء الله في العوام الجايه ان شاء الله.